السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أيام البركات، أيام القرب، أيام المنح والعطايا من رب البريات سبحانه وتعالى. العشر الأوائل من ذي الحجة جزء من رمضان. يعني إيه جزء من رمضان؟ يكفي فضل لهذه الأيام أن العلماء اختلفوا، يا ترى أيهما أفضل عند الله، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ شفت الاختلاف ده بيخلي الإنسان يفرح، يا يبقى أنا كده كأني داخل على جزء من رمضان، وجزء من رمضان إيه؟ أفضل جزء في رمضان، في شهر رمضان الكريم اللي هو العشر الأواخر منه. قالوا من العلماء من قال العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان لولا وجود ليلة القدر في هذه الأيام. لولا الأيام وجود ليلة القدر في أيام العشر الأواخر من رمضان كان يبقى العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل الأيام بإطلاق. واستدلوا بحديث قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. هنيئا هنيئا لنا، طاعة بعد طاعة، ورحمة بعد رحمة، وعفو بعد عفو، ومنحة بعد منحة من ربنا عز وجل. ماذا نفعل في هذه الأيام؟ إطعام الطعام، صلة الأرحام، إفشاء السلام، ترك الخصام، الصيام، تلاوة القرآن، كل هذه الأعمال حاول أن يكون لك نصيب من كل شيء، صدقة ولو بالقليل، صلة الرحم التي ربما كنت قاطعا لها، بذل السلام للناس، ترك الخصام، التصالح بين الناس. هذه أيام العفو وأيام القرب، نترك فيها الخصام ونقترب فيها من الله عز وجل. هنيئا لمن اغتنم هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال والفجر وليال عشر. كل عام وأنتم بخير.